نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم. تمام، النهارده باذن الله المفروض ان هو اخر دي لينا ان شاء الله واخر سيشن لينا في السيستم ادمن 1. تمام، ونهنيه ان شاء الله بالباش سكريبتنج لانجوج. انا عايز بس انوه لحاجه بالنسبه ل اكاديميك، بالنسبه للهيد هات 6. تمام، المفروض ان سيستم ادمنستريشن 1 في هيد هات 6 مش ماشي بنفس الميثودولوجي اللي انا ماشي فيها. تمام، بس يعني في مثلا لو في حاجات انت شفتها مثلا في ريد هات 6 ما اتقالتش مثلا في السيشنز اللي فاتت ديت، تمام، اي حاجه ابجريدد ما بين 5 و6 هتتغطى بالكامل في نهايه ادمن 2، بحيث ان انت يبقى معاك سيستم ادمن 2 وادمن 1 على ريد هات 5 وعلى ريد هات 6. تمام، يعني المفروض الباش سكريبتنج لانجوج مش في السيستم ادمن 1، بس انا عشان الفيديوهات اللي انا واقعها قبل كده الناس بتشوفها عشان نناقشها مع بعض، فهي انا ماشي على نفس الميثودولوجي دي بالظبط عشان بس الناس تبقى ايه فاهمه الدنيا ماشيه ازاي مع بعض. ده شكرا على الرغبه، المفروض ده واجب تجاه الناس وتجاه كل اي حد عايز يخش في الاوبن سورس، يعني ده واجب عليا ورسالتي اللي انا لازم اديها مع اي حد. طب في حاجه واقفه مع حد في اي سيشنز اللي فاتت من الناس بقى القديمه والناس الجديده اللي ممكن تكون تابعت بعض الحاجات؟ حسيت تايم بالنسبه لي بالظبط، انت المفروض الكورن تايم دي انت بتعملها عشان انت بتعمل عمليه سكادلينج للجوبس بتاعتك. جميل، انت مثلا عايز سيستم بتاعك كل يوم واحد في كل شهر كلير لسلاش تايم كله بالكامل، بتجدول الموضوع دوت في سكريبت خاصه بيك او بتخش في تعمل فايل ليك وتاكسس عليه باليوزر بتاعك زي ما احنا شرحنا في الكورن تايم، سواء انت عايز هو الروت اللي يعمل، طبعا الروت اللي يعمل الكلام ده عشان هو الروت اللي امكانيه ان هو ايه يفضي اي حاجه تحت السلاش. تمام، فانت بتخش بالروت وبتدي له التايم اللي انت عايزه وبدا تكسر، وهما المفروض زي ما احنا قلنا 6 اعمده. تمام، اول عمود خالص اللي هو الدقايق، ثاني عمود اللي ايه الساعات. جميل، ثالث عمود تمام اليوم بالنسبه تمام للشهر، بمعنى الشهر 31 يوم يبقى الارقام من 1 ل 31. طب رابع عمود، رابع عمود الشهور من 1 ل 12. خامس عمود ايام الاسبوع من 0 ل 7، مع احتفاظ ان 0 و7 هم يوم الاحد، لان الاسبوع عند الامريكان بيبتدي من يوم الاحد، اللي هو الاسبوع العمل بتاعهم بيبتدي من يوم الاحد. تمام، والعمود السادس الكوماند اللي انت ايه عايز تنفذه. طبعا انت عايز تعمل حاجه بتمسح التمب، تقوم قايل له ايه بتجيب له الامر من بدايه ما بدا، يعني من الشجره بتاعته سلاش اس ار سلاش سبينز ار ام ماينس ار اف تمام سلاش تمب. ده ابسط مثال بي ام او ام. جميل، الكورنت تاب ماشيه بال 24 ساعه، يعني انت لو عايز حاجه تبقى بي ام هتبقى من 13 ل 23، عايز حاجه اي ام هتبقى من 12 لغايه كام؟ من 12 لغايه 11، دي كده اي ام. هو ايه الزيرو ده يا باشمهندس؟ اوكي، انت دلوقتي عندك الكورنت تاب الوقت فيها عمليه الجدوله للوقت تمام ماشيه بال 24 ساعه، بمعنى انت فلنفترض عايز تعمل السكريبتيه بتاعتك دي ترام 4 صباحا يعني 4 الفجر كل يوم، تيجي عند الدقائق بتقول له مثلا ايه 0 0 تمام او 59، بس خليها 0 0. هتيجي عند الدقائق تقول له 0 0 تمام او 0 1. تيجي عند الساعات تقول له 4، دي معناها الساعه 4 و0 دقائق. طب عايزه مثلا يبقى بالظبط مثلا 3 59، يبقى تيجي عند الدقايق تخليها 59 والساعات تخليها 3، دي معناها صباحا 4 0 وعدد الساعات، يعني في العمود الاولاني هو الدقايق 0 او 0 1، في العمود الثاني اللي هو بتاع الساعات بتقول له 16، دي معناها كده الساعه 4 العصر، لان التوقيت البي ام بيتحسب من بعد الساعه 12 الظهر، ده التوقيت البي ام، يعني 12 الظهر دي بي ام، 11 الصبح اي ام، طب 11 بالليل اللي هي 23 تبقى ايه بي ام. سامعني كده؟ الصوت تمام يا جماعه ولا في ايه؟ تمام، حد عنده استفسار تاني؟
قبل ما تيجي بس في اي حاجه. ايه طمن الوقت. تمام. بص يا سيدي، هو ليه بقى ما اشتغلش؟ لان انت عشان تحط الاسترك بتاعه الفايل نيم لازم تبقى فايل نيم استرك الاثنين بين سنجل كوتيشن، يعني نفس الامر اللي انت كتبته بالظبط بس يبقى بين سنجل كوتيشن. يعني فايند تلدا داش تايب اف داش نيم اثنين سنجل كوتيشن بينهم فايل نيم استرك، بعد كده داش اوكي ام في داش بي تمام قوسين المجموعه باك سلاش سيمي كولون. جرب كده تشتغل معاك. بس طبعا مكان كلمه فايل نيم هيبقى البدايه بتاعتك مثلا، وليكن مثلا انت عندك الفايلات مسميها مثلا من فايل واحد لفايل 10، لو تقول مثلا كلمه فايل وعايز تعوض من واحد ل 10 تقول له ايه؟ علامه الاسترك. بتستخدم كميه كوبي كات في فايل كان ليك انكريمنت فقط. طب توضيح اكتر بس معلش. اصل الانكريمنتال باك اب ده ان شاء الله هناخده في ادمن 2، بس انا عايز افهم ايه المغزى اللي انت عايزه بالظبط. تمام. بص يا سيدي، هو اصلا المفروض السيستم لما بيجي ياخد باك اب هو من نفسه بيعمل انكريمنتال باك اب، الا لو انت اللي قلت له مش عايز تعمل انكريمنتال باك اب. دي فين؟ دي في الملف اللي اسمه اف ستاب. تمام. انا لسه المفروض ما شرحتش معاك عمليه الماونت. جميل. لما اشرح معاك الماونت هشرح معاك الاف ستاب، هقول لك ان اخر عمودين في الاف ستاب عمود خاص بيهم بالفحص الفايل سيستم، والعمود الثاني خاص بعمليه الانكريمنتال فقط. فحسب ما انت اللي بتقول. تمام. يعني انت عايز تعمل الباك اب كامل، يا عايز تعمل انكريمنتال باك اب. لو عملت انكريمنتال باك اب عامل كذا يكون بياخد باتش وبيلزقه على الحقيقه، او بيعمل له اضافه على الباك اب القديم بمثلا الملفات المستحدثه حاليا. فهمتني؟ تمام. عنوان السيشن بتاعتنا اسمها ايه؟ باش سكريبتنج تمام لانجويج. ايه كلمه باش ديت؟ تمام. كلمه باش دي المفروض ان هي راجعه على حاجه اسمها بورن، ده اسم العالم اللي عمل اعاده ولاده ليها من اول وجديد تاني. بورني اجين شيل. تمام. يعني ده فيه معناه ان كان فيه قبل الباش ده كان في قبل الباش، قبل الباش بكتير جدا من سنين كده ايام اليونكس، كان في حاجه اسمها الشيل بس. تمام. كان اسمها ايه؟ الاس اتش. بس ما كانش فيه ابجريد ولا كان فيه فيتشرز ولا كان فيه اي دعم كبير. جميل. وده يعتبر الشيل اللي بيستخدم في يونكس. جه عالم اسمه بورني عمل كتابته من اول وجديد تاني فسماه ايه؟ باش، اللي هي اختصار كلمه بورني اجين شيل. طب ده فيه معناها ان انت عندك اكيد انواع تانيه من الباش. تمام. او من الشل. جميل. شل تايبس. ايه انواع الشل؟ انواع الشل والله عندي زي ما احنا قلنا الباش، عندي الاس اتش، عندي السي اس اتش، عندي التي اس اتش، وعندي الكي اس اتش. تمام. والزد اللي اس اتش تي سي اس اتش. جميل. طب انا اجيب الانواع بتاعه الباش دي منين؟ بص كده معايا، هنفتح تيب جديده. تمام. بتقول له ايكو من ضمن الجلوبالز فاريبل. جميل. شيل قال لك انت بتستخدم دلوقتي الشيل اللي اسمه ايه؟ باش، او البن باش، سيرفر باش اللي هو تحت ايه؟ البن اللي هو المسار التنفيذي بتاعه. تمام. طب انت عايز تعرف ايه انواع الشيل في السيستم عندك؟ اعمل كات لملف اسمه تحت الاي تي سي شيلز. قال لك اهو عندك الاس اتش، الباش، التي سي اس اتش، الكي اس سي اس اتش، الكي اس اتش، الزي اس اتش. عظيم. دي اسماء او الانواع الباش اللي احنا
المفروض عندنا في السيستم كله. انا بيرلو باش سكريبتنج لانجوج، تمام؟ هقول لكم بس انا عايز بس يا جماعه اي استفسارات نخليها في السيشن. جميل. بص كده انا هقول له ايه؟ واتش باش. قال لك بين باش. طب بص كده واتش بايثون يوز ار لوكال بين بايثون. طب واتش بير يوز ار بين بير. تمام. دي برضك ايه؟ لانجوج. بس الباش يعتبر اقدم سكريبتنج لانجوج كانت موجوده، تمام؟ وفي نفس الوقت يعني التعامل بتاعها جميل جدا. طبعا البايثون اروع منها، مفيش فيها كلام جميل. بس الباش يعني اللي يتعمق فيه هيلاقي ان هو ممكن يعمل حاجات كتيره جدا، تمام؟ طبعا انا بعترف ان البايثون احسن من الباش، مفيش فيها كلام، بس ده يعتبر يعني ايه؟ يعني حاجه بيلت ان معاك في السيستم. هو نازل السيستم بتاعك بالباش بشغلك كله سكريبتنج لانجوج، كل الاول انت بتكتبها بتنفذها في سكريبتها في الباش، عكس البايثون. البايثون اه مش لغه برمجيه سهله جدا وفيها ليونه في الكتابه، وتحس انك بتكتب جرامر انجليزي او بتكتب جمل انجليزي عاديه سهل ان اي حد يقراها، بس لازم برضه تبقى ايه فاهم الكود ماشي ازاي. انما انت مجرد بتاكل كل الاوامر اللي انت خدتها معايا لحد دلوقتي ولسه هتاخدها بعدين، بتهندلها كلها في سكريبت معينه بتنفذ لك الوظيفه بتاعتك اللي انت عايزها. تمام؟ ماشي. دي انواع الباش. السي اس اتش ده شغال بلغه السي لانجوج، يعني اللي شغال سي لانجوج هيعرف يتعامل مع الباش ده. طب التي ده شغال بالسي بلس بلس، تمام؟ الكي اس اتش اسمه كورن شيل، برضه شغال بالسي. جميل. تمام. ماشي. دلوقتي قبل ما اتكلم معاك في اي حاجه، تمام؟ دلوقتي المفروض ان انت تعمل سكريبتايه، خلاص؟ بعد ما تعمل سكريبت لانجوج بتاعتك، تمام؟ الستبس بتاعتك. الستيب الاولانيه ان انت بتعمل بتروح تعمل تشينج مود، بتغير permissions for your script language، تمام؟ اللي انت بتديها الاكس بين قوسين كده، بتديها permission الاكس، خلاص؟ يعني بتخليها مثلا، وليكن بص معايا كده، انا عندي اهو عملت touch لفايل هسميه وليكن فايل project، تمام؟ ممكن اديله امتداد، ممكن ما ادلوش امتداد. الامتداد مجرد لون او ايكون لا اكتر ولا اقل. واقول له ايه؟ دوت اس اتش، ماشي؟ ال ال اهو اداله اللون اللي هو ايه؟ الليموني شويه. ليه؟ لان ايه؟ دوت اس اتش. بس خد بالك ده برضه واخد اللون الليموني بس مش دوت اس اتش، بس ليه؟ لان انا مجرد لما اديته دوت اس اتش فيها معناها بالظبط كده زي ما انت قلت، فيها معناها ان هو ايه بقى تنفيذي، بس هو بالواقع مش تنفيذي. ليه؟ لان ما فيش بيرميشن اكس. ان انا بص على ده كده واخد اكس اكس اكس، طبعا انت بتحدد بقى اللي هياخد اكس ولا ينفذ، يا الجروب اللي تنفذ، يا الاونر اللي ينفذ، يا الاذر اللي ينفذه، تمام؟ وهو اللي هو تشينج مود. جميل. يو بلس اكس او جي بلس اكس او او بلس اكس او خمسه او سوري سبعه خمسه خمسه، تمام؟ لفايل بروجكت اس اتش اللي هي بتبقى كام؟ سوري اللي هي بقت كام؟ ار دبليو اكس ار اكس ار اكس. جميل. بس خد بالك الفايل ده فاضي، شوف مساحته كام؟ زيرو، مفيش فيه اي حاجه مكتوبه.
يبقى انت اول حاجه بتعملها ان انت ايه؟ بتعمل البرميشن بتاعتك. جميل، change permission في الويب سكريبت انك تديها ايه؟ الاكس. تمام، تقول مثلا ايه؟ change mode plus x. تمام، file name. دي ستيب 1. طب ستيب 2، بتروح تعمل بوت السكريبت لانجوج بتاعتك، سوري الشيل سكريبت، in the suitable path. binary بتحطها في الملف الاكسكيوتابل بتاعها اللي هو ايه؟ الديفولت بتاعها، عشان تتنفذ على طول بدل ما انت ايه؟ كل شويه تطلعها كانك بتطلع برنامج. لا، انا عايز احطها مثلا زي امر ال اس، زي ووتش، زي الحاجات دي كلها. تتحط فين؟ في مسار من ضمن المسارات. جميل، ازاي؟ فاكر لما انا كنت بقول لك كل يوزر له باث معين؟ اقول له ايكو دولار ساين باث. تمام، قال لك ايه؟ دي كل المسارات، طبعا كل واحده بتنتهي لحد الكولوم. يعني بص، انا ممكن اروح اخد السكريبت اللي انا هعملها احطها تحت المسار ده كله، واعمل لوجن لوج اوت ولوجن، اقوم كاتب اسم السكريبت اللي طالع معايا. تمام، بس بتوع السيستم قال لك والله انت ليك هوم دايركتري بتاعك خاص بيك، وليك دايركتري تحط فيه المسارات بتاعتك اسمه ايه؟ هم. طب شوف كده الدايركتري ده موجود ولا مش موجود؟ مفيش حاجه اسمها كده. يبقى انت الف ب ت بتعمل انت ايه؟ بتكريت الدايركتري دوت mk داير بن، وتحط جوه كله جوه، يعني كنت تحط جواه كل السكريبتات اللي انت عايزها. تمام، جميل. تالت خطوة بقى، انت خلاص عملت ده ديبريميشن، كنت بتعمل ايه؟ تكتب السكريبت بتاعتك بقى. رايت يو تمام، تكتب ايه؟ السكريبت بتاعتك زي ما انت عايز، باستخدام ايه؟ طبعا فيم. جميل، تبتدي تكتب السكريبت بتاعتك زي ما انت عايز. طب تمام، انا هاجي اقول له then file sorry، اول حاجه هعملها ايه؟ mv-v file dash project، واديها فين؟ البن. جميل، cd pen then file project. اول حاجه كده، اول سطر بيتكتب في السكريبت لانجوج بتاعتنا حاجه اسمها الماجيك لاين. الماجيك لاين ايه؟ الماجيك لاين بفهم الشيل بتاعي. تمام، ايه نوع السكريبتنج لانجوج اللي انا شغال بيها؟ انا قلت لك عندي انواع كتيره. جميل، يبقى انا اول سطر بعمله بفهم الانتربريتر بتاعي، لان هو الانتربريتر هو المسؤول عن الايه؟ عن الانتربريتنج السكريبتنج، اي حاجه فيها ايه؟ سكريبتنج. جميل، فانا بفهمه ازاي؟ بسطر اسمه ماجيك لاين، بيبتدي بشباك. بعد كده اكسكلاميشن، هي علامة التعجب. من مين؟ بن باش. طب تعالى كده معايا، هو لو انا عايز اشتغل بايثون، هو ما قال له ايه؟ شوف يوز ار لوكال بن بايثون. فاكر ده انا كنت جبته منين؟ واتش بايثون. طب لو عايز اشتغل بيرل، طبعا بكتب واحدة بس مش بكتب كل دول. سلاش يوز ار لوكال سوري يوز ار بن ايه كير، حسب ما كل واحده موجوده فين. انا هشتغل باش، وانا عايز الباش بس، يبقى انا ايه؟ مش عايز اللي فات ده كله. تمام، ده اسمه ايه؟ الماجيك لاين. اول خط كده ايه؟ بيتكتب بن باش، انا شغال باش. بعد كده اي كومنت في السكريبتنج لانجوج مسموه بهاش شباك. تكتب بقى السكريبت اللي بتتكلم عن ايه؟ This
سكريبت بسيط كده، اللي هو ايه، بيعمل ايه، بيعمل 100 يوزر في نفس الوقت. تمام، ماشي. كل الاوامر اللي احنا خدناها في الحياه دلوقتي هتتحط في السكريبت تاني. جميل. بس قبل اي حاجه بعرفك، اول حاجه عندك في اي لغه برمجه ان انت ازاي تعرف المتغيرات بتاعتك سواء انتجر او سترينج. تمام، بمنتهى السهوله جدا عندي، لو قلت له اكس ايكوال 5 كده متغير ده رقم. طب لو قلت له النيم ايكوال مصطفى كده متغير ده ايه، حرفي، بس احطه بين ايه، بين سنجل كوتيشن بس كده. 5 ده رقم ومصطفى ده سترينج، نكتة ولا ايه. وتنادي على اي، يعني لو انت عملت ايه، انا عملت متغير واداته ايه، اساينمنت اللي هو ايه، الفاريبل اللي شايل. طب انا عايز انادي بقى على المتغير بتاعي في الكود بتاعي، اقوم اللي ايه، اسبقه بدولار ساين نيم. فور اكزامبل كده، تعالى مثال خفيف جدا، هو قايل لي ايكو، طبعا الناس فاكره معايا امر ايكو. جميل، انا عايز اقول له ايه، اطبع لي اللي جوه الخمسه، اللي جوه الاكس. بقول له ايه، دولار ساين اكس. ماشي، بعد كده ايكو دولار ساين مين، سيف. تمام، طبعا المفروض انا لسه ما عملتش لوج اوت ولوجن عشان ليه يقدر يقرا البين بتاعي. طب انا عايز انفذها بقى بدون يعني من مكانها الحقيقي، بنفذها بكذا طريقه. يا اما اقول له دوت سلاش اسم السكريبتايه، او سورس اسم السكريبتايه. تمام، طبع لك 5، طبع لك ايه، مصطفى. عادي جدا، اي رقم عايز تحطه اكتبه زي ما انت عايز تكتبه، مش هتفرق معاه اي حاجه. هو كل ما في الامر الرقم، ما فيش في سنجل كوتيشن، الحرفي بين سنجل كوتيشن. لا اكيد طبعا السايز هيختلف المين. بص، لو عايز تتعمق في الباش سكريبتنج لانجوج كلغه برمجه، ممكن بعد السيشن ارفع لك الكتاب اللي هو ايه، ازاي تتعلم باش سكريبتنج لانجوج فروم اي تو زي. يعني انما السكريبتنج لانجوج عندي في السيستم، يعني لمجرد ان انا بحاكي حاجات او بسهل على نفسي حاجات عايز اعملها. انما انت بروجرامر، انا اكيد انا مش بروجرامر، فاهمني؟ بس لو انت عايز بقى تتعمق فيها، ازاي بتخزن في الستاك، وازاي بتخزن في الهيب، وازاي الميموري بتشيل، والميموري بتشيل كام برامتا، وازاي بتنادي على الاسك تيبل، والاسك تيبل بيرميها ازاي، وازاي بتعملها كومبايل، والكلام ده كله، ده ابعت لك ايه، ابعت لك كتاب او اشير الكتاب ده للناس كلها خاص بكل القصه دي. بص معايا، لما اقول له سورس اسم السكريبتايه دي، انا كده خدت جزء من الميموري. لما اقول له دوت سلاش اسم السكريبتايه، هي هيها اس اتش اسم السكريبتايه، يعني اول اتنين هم زي بعض، انما السورس اسم السكريبتايه دوت اس اتش حاجه ثالثه خالص. بس انت لو رماتك ضعيفه يستحسن يبقى دوت سلاش او اس اتش، رماتك قويه اشتغل بالسورس، لان السورس دوت المفروض لو انت واحنا بقى شغالين مع بعض وبشرح لك الاستراكشر بتاع اللغه ماشي ازاي، اما اجي اعمل انهيرتنس من فايل لفايل بستخدم امر السورس. تمام، بص كده اهو، اسم السكريبتايه سيرش كل واحد. ده كده ايه، حاجه مبدئيه جدا كده بتتكتب عادي. ماشي،
تمام. اه طبعا نفس عادي جدا كده، انت بتبنج على اللوب باك ادرس بتاعك. بص انا عايز اقول لك حاجه والناس كل موجودين، بدايه الباش سكريبت لانجوج تمام، يعني دي حاجه انا واحد من الناس بعترض مع فكره ريد هات ان هم في تعديل من ريد هات 5 لريد هات 6 ان هم الباش سكريبتنج لانجوج ده خلوه اخر حاجه. لا، المفروض السكريبتنج لانجوج يتعرف في الاول للناس عشان تبدا تحب المجال اللي انت فيه تمام، اللي هو ان انت تكون يعني كل بعد كده بقى لما دماغك بتتغذى بمعلومات جديده او كده، انت من دماغك بتفكر ان انت هتهندلها في سكريبتايه عشان تعمل لك ايه اي حاجه انت عايزها. يعني مثلا عندي انا كنت مثلا عامل سكريبتايه اللي هو مثلا ايه بتمنع اوت النت، جميل، بس بايه بالكوماند وبالشغل كله بتاع النتورك هندلته في سكريبتايه بتعمل ايه الكلام ده. في حد تاني عامل سكريبتايه بتبني الدي ان اس كله اوتوماتيك تمام، وهكذا. انت فاهم لغه البرمجه وفاهم الدنيا ماشيه ازاي وفاهم الكوماند لاين ماشي ازاي، خلاص اي حاجه في دماغك هتهندلها. زي ما دلوقتي هعرض معاك سكريبتات انا عاملها هنشتغلها مع بعض وهفهمك الكود بتاعها ماشي ازاي واحده واحده تمام. ده ايه بالظبط؟ لا انا بقول لك يعني الخطوات ماشيه ازاي، بقول لك انت تحط السكريبتنج لانجوج في السيت اب باينري فايل، يعني مش شرط تحطها في البن، ممكن تحطها في اي مكان تاني. وتخش انت بقى فين في الـ، طبعا احنا خدنا في السيشنز اللي فاتت حاجه اسمها اللوجن شيل والنون لوجن شيل، ان انت تخش في الهوم في ملفات الشيل اللي خاصه في الهوم دايركتوري بتاعتك سواء الباش او السي او الباش بروفايل، وتضيف فيها الباينري فايل بتاعك الجديد. ممكن ما تعملش ملف الدايركتوري اللي اسمه بن ده وتعمل دايركتوري مثلا تسميه بروجكت، وتخش تحت الباش او سي وتعمل كولوم بعدها سلاش هوم سلاش اسم اليوزر بتاعك سلاش بروجكت وتحط الديسكريبتات بتاعتك كلها في بروجكت. الموضوع يعني up to you زي ما انت عايز. اكيد طبعا كولك. بص سيبني خد الكتاب، انا قلت لك انا مش بروجرامر، انا مش بروجرامر تمام، انت انا عارف ان انت بروجرامر، انت خد الكتاب ويعني مشي الدنيا ماشي، يعني تتماشى معاك ازاي. ممكن تربط بقى مع الجافا وتربط مع الاوراكل. الكتاب ده حوالي مثلا 850 صفحة، انت فاهمني. وعامة اسمه للناس اللي عايزة تدور عليه على النت اسمه ABS Advanced Bash Scripting Language، مش ايه؟ لا، لغة البايثون حاجة والباش حاجة، البايثون أقوى من الباش، أنا بعترف بكده. الباش ده مجرد للناس اللي هي لسه بتتنقل من بيئة الويندوز لبيئة ايه اللينكس، يعني ألف ب ت كده في الأوبن سورس ولغات البرمجة الباش تمام. البايثون والكلام ده كله اشتقوه من فكره الباش، ماشي. انت عندك كل لغات الاوبن سورس، عندك البايثون، عندك السكالا، عندك الروبي اونريل، عندك الباسكال، عندك الدلفي، عندك اولهم طبعا الباش، وهكذا. كل لغات الاوبن سورس اللي قدامك از لايك، بس انا بقول لك الباش اسهلهم لان انت الاوامر اللي انت بتتعلم عليها كلها باش تمام. يبقى بس يا جماعة نخلي أي أسئلة جانبية لآخر السيشن. جميل. يبقى أنت عشان تطبع أي قيمة جوه المتغير بتعمل إيه؟ سنجل كوتش. طب بص أنا عايز أقول لك حاجة كده عشان تبقى الناس برضو معايا، حاجة اسمها حاجة خاصة اسمها إيه؟ الكوتينج. لما تحط الحاجة من اتنين دبل كوتيشن، ولما تحط الحاجة بين اتنين سنجل كوتيشن، بص كده هقول له دولار ساين اكس وهنا دولار ساين اكس، ماشي. شيل بس دي عشان الناس ما تتلخبطش، وسيف، نفذ. الناس لاحظت ايه؟ اللي بيجي بين اتنين دبل كوتيشن ماشي بيطبع القيمه اللي جواه. طب افرض انا فلنفترض يعني تمام، عايز اقول ان الموظف دوت اخد في نهايه الشهر راتب 5000 دولار، طب انا عايز اطبع علامه الدولار، ما رمز الدولار بعد اتنين دبل كوتيشن، الانتربريتر هيفهم ان ده يعني تعويض لمتغير ما في اللغه او في الشل بتاع او في الدولار بتاعي تمام. لا انا عايز اطبع رقم الدولار، عايز اطبع الدولار، اطبع اقوم حاطه بين سنجل كوتيشن. طب شو بقى دي بقى انت عايز، يعني بص انا عايز اقول مصطفى خد 1000 دولار، عامل ازاي؟ صوت مش باين عليه شباب.
امال في ايه؟ ظبطها هتلاقي، بس السيشن عندي تالت او الجهاز عندي تالت، فممكن بس يكون هو اللي عامل كونفليكت يعني. طب كده تمام. انا عايز اقول ان مصطفى خد طلب طبع علامه الدولار، طبع ازاي؟ انت بص معايا، قلت له ايكو، سيبك من لما قلت له ايكو كوتيشن بين دولار ساين اكس ومقلت له 2 2 سنج كوتيشن بين دولار ساين اكس، 2 سنج كوتيشن طبع علامه الدولار ساين، ما ادريش متغير ولا لا، انما 2 دبل كوتيشن جميل، اداني دليل متغير الى شباب. الناس معايا ماشي، هو بس يعني هتلاقي جهاز شويه بس او السيشن تاني شويه، معلش وارد يعني يحصل كده. نهضة بقى يا جماعة، مش معنى ده بتاعي مش هحلو نهضة يعني. لا مش مشكلة السيشن، بس عشان الموضوع اصلا السكريشن دوت يعني بيسخن الجهاز بطريقة رهيبة صراحة يعني. يعني بص ده المنظر ده كده كان الجهاز خلاص يعني سخن جدا. نكمل. شفت اللود قال لي ازاي؟ ويزك ده بصراحة ربنا موقع، ربنا يصلح حالهم بقى اللي عملوا الموقع ده. يتم بقى انا كده ايه في عايز ابقى عليك دولار بالظبط، اقول له ايه؟ باك سلاش دولار هيك الف ماشي دولار ساين الاكس، نجرب كده تمام. مش ده طبعا حاجه. طب بص بقى دي بقى اقول له ايكو ايه تيتي سوري تيتي هو ده اللي انا عايزه. دلوقتي انا طبعت لك ايه المتغير وفي نفس الوقت رمز الدولار، يعني طبعت لك اسم اللي هو شيء غير جنيه وعلامه الدولار نفسها. يعني بعمل ايه؟ اكن عملت كده بقول لك ايه نفي اثبات، يعني انا كده كده السين الاثنين دبل كوتيشن تمام، بتفهم يعني بتاخد الدولار ساين معناها متغير، بتاخد الـ مثلا التلدا معناها بوم وهكذا. لا انا عايز اطبع التلدا او اطبع الدولار ساين او اطبع بوم سبقها باك سلاش، يعني بيعمل يعني يعمل عمليه عكسها عمليه الانتربت. انا بقول ايه؟ بقول كده ايه؟ نفي النفي ده جميل. بص كده معايا تاني بعد عايزك بس كوين بنيجي كل دول بنيجي كل شوط من دولش اه بس كده بنيجي مع نفسك كده كوين وانا معاكم نفسك شباب. السوق ايه صح؟ مش عارف انا موضوع الفش كل شويه دوت الناس فهمت، عايز بس الناس كانت تبص على الكود اللي فات كده ايه دقيقتين كده تفهم الدنيا كانت ماشيه فيه ازاي. زي ما انت شايف اهو تمام، ازاي انت تطبع الحاجه العلامه زي ما هي او ازاي تطبع متغير والعلامه في نفس الوقت. يبقى انت من النهايه كده لما تيجي تشتغل بالايكو يستحسن تشتغل بين اثنين دبل كوتيشن، واي حاجه عايز تعمل لها تطبعها زي ما هي اعمل لها سكيب باك سلاش، دي قاعده ثابته بقى ايه تاخدها معاك تمام. ده معايا اهو جميل، يبقى ايه قاعدة ثابتة جميل كده تمام. ده بالنسبة ايه ألف بيت كده، انت زي تطبع متغير او تطبع قيمة جوه متغير تمام. طب افرض انت عايز تخلي بقى الشل هو اللي ياخد منك المتغيرات اكنك عامل برنامج، تتعامل ازاي؟ بص كده معاك عندي امر اسمه ريد ماشي، امر اسمه ريد بقول ريد تمام ايه ياخد مثلا ادي ايه تمام كده مش هتاخد مني واديله فاهمني؟
23 قلت له ايه؟ دخل اسمك. هو الاسم اللي انت دخلته ده خزنه متغير يمسك مين؟ وبعد كده يطبع عليه مين؟ طب بص بقى احلى من كده، ممكن اقول له نيم ايكوال ماشي كده. شفت جاب لك ايه؟ قال لك ان في خطا فين؟ في لاين 7 في السكريبت بتاعتك، لكن ما شدهاش بيه كوما نوت فاوند. تمام، نشوف اللاين. انت بتيجي اهو واقف قدامك فين؟ في السطر الثامن، لا اطلع في السطر السابع كود اسمه بي. جاب لك حتى عمل ديبج الكود او تريس تو، جاب لك الخطا ايه فين. تمام، طب شيل السطر ده كله كده، ممكن نقول له ايه مش بي شايف ده اسمه ايه؟ ماشي. تمام، يبقى انا ايه؟ خسرت سطرين من الكود او ثلاث سطور كود في سطر واحد. جميل. فانت هتلاقي سكريبتات كتير او بعض شغلك في السكريبتات داخل الاي جي بتاعك، سوري يعني الكوماند ايه؟ ريد داش بي، لان بيقل محل الكود وريد في نفس الوقت. عندك الطباعه، بعدين الطباعه اللي هياخده، اخذها وتتغير؟ لا. تمام ماشي. بص كده معايا، عندي امر جميل جدا اسمه سيكونس شباب. تاني برضه الصوت ولا الصوت كده؟ تمام سريعا بس كده موضوع الويد. تمام، انا لما اجي اقول له ايكو انتر نيم، وهو الشخص هيكتب اي حاجه مكتوبه على الكيبورد، هتتخزن في المتغير اللي بعدها على طول اسمه ايه؟ النيم، بامر اسمه ويد. طب انا عايز اختصر الحاجات دي كلها مره واحده، وهم قايل له ريد اوبشن داش بي والجمله اللي هتطبع، وبعد على طول قفله الدبل كوتيشن المتغير اللي هيتشال فيه ايه؟ الكلام اللي الشخص هيكتبه. تمام، وبعد كده ايه؟ بطبعه. جميل ماشي، ده بالنسبه ايه للويد والايكو. جميل. طب حاجه ثانيه دلوقتي، انا قلت لك عندك امر جميل اسمه سيكونس، بقول له مثلا من 1 ل 10، ده استخدمه في ايه؟ اكيد ده استخدمه في حاجه اسمها اللوب، ان انا اعمل فور. تمام، يبقى تاني حاجه عندي ان انا ممكن اعمل ايه؟ فور، بقول له ايه؟ فور فور ايه؟ اول او اي متغير انا عايزه، في سي اي اسم انت عايزه، مثلا فور اي ان ايه بقى؟ المفروض ان انا بديله الكوماند اللي بيعمل سيكونس، اللي هو اللوب بتاعتك من واحد لكذا. تمام، او ممكن اقول له ماشي 1 2 3 4 5 دو، بعد كده الكود بتاعي ايكو دولار ساين الاي، بعد كده دون. بص كده هيعمل ايه؟ قال لك اهو، عشان بس الناس توضح للناس، نمسح اللي فات ونخلينا لحد فوق سريعا بس كده موضوع الويد. تمام، انا لما اجي اقول له ايكو انتر يور نيم، وهو الشخص هيكتب اي حاجه مكتوبه على الكيبورد، هتتخزن في المتغير اللي بعدها على طول اسمه ايه؟ النيم، بامر اسمه ويد. طب انا عايز اختصر الحاجات دي كلها مره واحده، وهم قايل له ويد اوبشن داش بي والجمله اللي هتطبع، وبعد على طول قفله الدبل كوتيشن المتغير اللي هيتشال فيه ايه؟ الكلام اللي الشخص هيكتبه. تمام، وبعد كده ايه؟ بطبعه. جميل ماشي، ده بالنسبه ايه للويد والايكو. جميل. طب حاجة تانية دلوقتي، بقى قلت لك عندك أمر جميل اسمه سيكونس، بقول له مثلا من 1 ل 10، ده استخدمه في إيه؟ أكيد ده استخدمه في حاجة اسمها اللوب، إن أنا أعمل فور. تمام، يبقى تاني حاجة عندي إن أنا ممكن أعمل إيه؟ فور، بقول له إيه؟ فور فور إيه؟ أول أو أي متغير أنا عايزه، في سي أي اسم أنت عايزه، مثلا فور أي ان ايه بقى؟ المفروض ان انا بديله الكوماند اللي بيعمل سيكونس، اللي هو اللوب بتاعتك من واحد لكذا. تمام، او ممكن اقول له ماشي 1 2 3 4 5 دو، بعد كده الكود بتاعي ايكو دولار ساين الاي، بعد كده دون. بص كده هيعمل ايه؟
عشان بس توضح للناس. نمسح اللي فات ونخلينا لحد فوق. تمام. طب جميل، افرض انا عايز على 1 مليون وهبعته بقى 1 2 3 لحد 100، هتمشي منطق؟ عندي حاجه جميله قوي ثلاثه بتاعتي اسمها كوماند سبستيوشن، ان انا ممكن ادخل كوماند جوه كوماند او كوماند ازاي؟ هو معايا انا عايز اقول له يعني ده كده مثال كده عشان انا اقصد اطبع لي تاريخ. تمام، انا عايز اقول له كده. تمام، دي السكر ده هو اللي بقى تاني بتاع العبد بتاعي. مش هسلك صحيح واحد واحد. انا هقول له today is عبد الرحمن. تمام، عارف اليوم قبل عزيز بقى من الديت. بص كده بقى بقى ممكن يجي له ساين قوس ده والقوس ده، معنى ان انا هدخل امر اب ديت وخدت امر ديت نفسه. انا نفسي اللي عملته في الديت ده هعمله مع امر سيكونت فين في السكريبت بتاعتي ازاي؟ هقول له قايل له فروم فايل بروجكت، هقوم قايل له سيبك كده من الثانيه فور اكس ان دولار ساين قوس قوس من 1 ل 50. ماشي، دو بص بقى هقول له ايه؟ بلس ايكو دولار ساين اكس دم كده في حاجات بقى الاكس بلس دي لو كنت عايز ازود المعدل ايه ده عشان ابقى مثلا فردي. تمام، تعالى نشوف الغلط فين. يبقى ممكن اقول مثلا ايه اكس ايكوال، ماشي، نقول مثلا ايه اكس بلس 1. نجرب كده ونشوف كده. تمام، طب نعملها ازاي؟ بص يا سيدي، سؤال ها هي ايكو اكس. تمام، طبعا 51 دي انا عايز بقى يعمل ايه بقى اعداد اللي الزوجية. تمام، ممكن ده بيها منين؟ سيكونس لا هي مش تبقى مش هتبقى كده، بس تعالى نجرب. مش مشكلة، عادي تعالى نجرب. نقول له مش اكس بلس بلس بص بقى هتبقى ازاي؟ انا بس حبيت اقارن او اقارنك اللغات دي عامله ازاي؟ نفس اللي انت اللي انت عارف. لا شوف بقى هنا بقى فيه في اللينكس عامله ازاي؟ شيل بقى دي خالص تحطها فين؟ انا عايز ايه؟ معدل ده اثنين مثلا، هذا اربعه واحد ثلاثه اللي هو هنا بتتعمل ازاي؟ 2 50. بص كده تساوي ده زيادة معلش سيف اهو واخد بالك معدل زيادة بينط 2 11 13 15. طب ده كده طبعا اللي فردي عايز اطبع الزوجي اعمل ايه؟ انا طبعت الفردي اطبع الزوجي اغير المعدل بتاعي، بدل ما انا بطبع من 1 لا هخليها بتبقى من 50 من زيرو قصدي. بس تمام كده جميل. طب بص بقى هعمل لك حاجه اجمل من كده. بص اهو انا هاجي اروح هعمل فايل حلو فايل داش نيم ماشي، وهحط الفايل دوت بعد اسمي وليكن مصطفى ها حسين احمد وهكذا طبعا يا اسماء. عايز طبعا تطبع ازاي؟ بص كده عامل ازاي؟ هقول له خد بالك هو الفايل فين؟ تحت البن. الفايل تحت البن اسمه فايل نيم، هو مجد السكريبتنج بتاعته هي الفايل بروجكت ماشي؟ هون فول مواد مثلا نخليها نيم وتغير اسمه نيم ان ايه بقى؟ بصل كوس كده كوس
كات و بن قلنا شنين وي في قوس دن سو دو ايكو ماشي. ممكن اقول له نيم دراسين نيم دن ايه رايك؟ طبعا الفايل بالانبوت بتاعه على كل سطر طبعا لازم يعني حاجه زي كده لازم تطبع كل حاجه في سطر واحد لاين باي لاين انت تفهم هاخد بتاعت كل الكلمات اللي جنب بعض كلاين واحد لسه معايا؟ اللي انت عايز تعمل بقى زي ما بقول لك كده انفينيتي لوب. انفينيتي لوب تتعمل ازاي؟ ممكن اعملها مرات بقى حاجه اسمها يعني اهو اهو شو فور اشتغل مره باي فور بعد ما اخلص عليا جمله هنا ولكن جمله هو ايه؟ هو ايه؟ ترو دو ايكو ان انت عشان تعمل انفينيتي لوب بتقول له واي ترو تمام وبندوه ضم بتحط الكود بتاعك جميل. طب ده بالنسبه للفور لوب. بالنسبه للكونديشن اتكتب ازاي؟ بتقول له والله اف جميل يعني مثلا نقول له مثلا الأول ريد داش بي انتر يو فضلت نمبر ماشي ونتخزن ونتغير اسم نم تمام وردو اف نم وليكن مثلا ايكوال 50 زين ايكو جريت تمام إلس إيكو باد وقفز لف بفاي جميل نرن كده الكود طبعا غلط إن أنا عامل انفينيتي لوب شيل أول انفينيتي لوب قال لك في لاين 16 في خطأ في الكود تمام سواء يا باشمهندس محمد مش عايزك تسيب الأحداث لاين 16 في خطأ في الكود ايه الخطأ اللي في الكود السيم كود ده تمام كده اي حاجه بتكتبها له بيطبع ايه تمانين
نشوف ايه تاني المشكلة. دي قفلة الإف، أنت عندك في لغات البرمجة التانية بتقفل القوس، قفلة القوسين، لا قفلة الإف بفاول، بفاول عكس الإف. طب ثواني، الاف ديت زي الس اف، اف والس واف الس اف الس اف والس، فالف زي الس اف والفول قفلت الاف كلها بالكامل. بص ثواني كده،
كده نعم، هقول له مثلا 50 يديني بيت، لو قلت له مثلا 70 يديني بات، أي رقم تاني خلاف الاتنين دول وليكن مثلا 55 يديني نوم. تمام. أنت بقى كنت سألت سؤال قبل ما ناخد بريك، الكود اللي أنت سألت فيه المفروض بستخدم إف، بستخدم معاه حاجة اسمها تيست. تمام. تيست دي بتست يا إما على اكسبريشن يا إما على انتجر يا إما على سترينج. تمام. زي ما أنا كده قلت لك مان تيست، تيست ده هو اللي بيحل لك كل حاجة، بس التعويض عن تيست ممكن احط الحاجه بالاثنين سكوير براكت. تمام. ما حاططهمش باثنين سكوير براكت، بذكر تيست زي بقول لك اهو. لو انت جيت قلت له تيست اثنين قوسين راوند براكتس وبينهم اكسبريشن، يقول لك معناه كده الاكسبريشن ده ترو. طب لو دوت از فولس، اكسبريشن ايه اللي هو بقول لك ايه، بصوا في اثنين اكسبريشن دول او ترو، يعني اند دي واحد او الثاني، الان دي بتدي رقم، ذا لينث اوف سترينج از نون زيرو. تمام. طب لو الزي الزي يبقى سترينج بزيرو، سترينج ايكوال سترينج. تمام. وايكوال جريتر ذان، جريتر ذان او ايكوال، ليس ذان، ليس ذان او ايكوال. تمام. نوت ايكوال. جميل. بعد كده بتست فايل بفايل، اي اف يعني ايه فايل اكزيست وفايل، بقول لك هو فايل واحد فايل اثنين هاف ذا سيم ديفايس اند اي نود نمبر، ماشي، لهم نفس الديفايس والاينود نمبر، دي اللي انت ممكن تتست بيها على الهارد لينك. جميل. طب ان تي نيور زين، طب او تي اولدر زين، بي بلوك سبيشال، كاركتر ديفايس دايركتري، فايل اكزيست، اف يبقى ايه ريجولار فايل، جي واخد حاجه اسمها الجروب اي دي هنبقى نتكلم فيها بعدين. تمام. اس سوكت فايل، تي وهكذا. يعني انت عايز تبقى متمكن جدا من الباش، يعني ذاكر المان بتاع التيست ده زي عينيك. على سبيل المثال انا هاجي اقول له تيست احمد، بص كده معايا ايكوال احمد، هو بينزل لك صوت. طب بتتشك ازاي؟ على الاكزيت ستيتس. المفروض الاكزيت ستيتس النورمال اللي هي الصح بيبقى بصفر، طب اي رقم تاني تبقى غلط. اتشك ازاي؟ مفيش يا جماعه مع الناس ولا ايه؟ تمام. جميل. يعني هو احمد دي المفروض هي يا احمد، طب اتشك ازاي ان الكلام ده صح؟ بقول له ايكو دول على ساين استفهام كوتشن مارك، اداك صفر يبقى صح. طب بص كده احنا عارفين لينكس كيس سنسيتيف، اداك ايه؟ فين؟ تمام. لما انا غيرت الاي كابيتال مش زي بعض، اداك واحد يبقى كده غلط. طب الاثنين زي ما هما بالظبط، عملت ده صفر يبقى كده الامر يتنفذ ايه؟ صح. تمام. لا، اللي يساوي يساوي او الاثنين يساوي ماشي، ثواني كده هي مش هتفرق قوي يساوي او الاثنين يساوي، اهم حاجه بس تاخد سبيس بين المتغيرات وبعضها. تمام. دي زيها بالظبط زي ما اقول كده، بص احمد ايكوال احمد، بس دي ممكن بقى ايه ما تحطش انت فيها، سوري تعمل كده كده صح. بص مثلا
هي مسافة مهمة جدا. جميل. طب بص دي فين؟ ده اهي هشيل واحط علامة تعجب. ليه؟ لأنها المفروض ما تسويهاش، يعني فعلا دي مش زي دي. طب خليها زيها كده، المفروض يديك واحد. تمام جميل معايا. هي بالظبط لما اقول له ايه تيست. طب بص كده، انا عندي الفايل ده، في فايل تكست عادي وفي فايل اكسكيورابل. بص كده هقول له داش اف على فايل بروجكت. فعلا لان هو فايله موجود. طب لو جيت قلت له داش بلوك ديفايس هيديك واحد. تمام. طب بص كده معايا، هاجي اقول له مثلا اكسكيوتابل بس ايه على ملف التكست. ما ينفعش لانه مش اكسكيوتابل، انما الفايل بروجكت هو الاكسكيوتابل. ايه وهكذا. انت التست ده اساس شغلك كله. جميل. في بقى حاجه جميله جدا جدا في التست. تمام هقولها لك دلوقتي. طبعا بص كده هقول له داش اكس فايل بروجكت واقول له اتنين اند، دي معناها لو اتحقق جواب الشرط ايكو. تمام يو ار رايت. ماشي. طب لو ما تحققش جواب الشرط يو ار فولس. غير كده، خلي دي مثلا كريبتو ديفايس. ايه رايك كده بالظبط؟ اكني عملت اف وجواب الشرط وعدم تحقق جواب الشرط. وات اباوت زي؟ بص يا سيدي، بص يا سيدي، داش زي هو يقول لك اهو مان تست. احنا قلنا فرق كده، هعمل نحفظ حاجه، اي حاجه عايزها بجيبها من المانوال. قال لك اهو زي سترينج، ذا لينث اوف سترينج از زيرو. ذا لينث اوف سترينج از زيرو. طب بص كده هقول له مثلا داش زي احمد. احمد طبعا مش زيرو، ده احمد خمس حروف. تمام. طب بص كده فعلا زيرو لان ما كتبتش حروف. فهمت؟ تمام. طبعا بقى اللي طبقه على اف ممكن بقى تاخد اف جوه اف وهكذا. جميل. يبقى انت كده خلاص خدت الفول، خدت الكونديشن، خدت تحقق الشرط، عدم تحقق جواب الشرط، خدت الاف الالف الالس. تمام وهكذا. لسه بقى له حاجه ايه؟ افرض انت يا سيدي عايز تعمل حاجه اسمها انهيرتنس، تورث. تورث كود من كود ازاي؟ بص كده انا هقول له فيم فايل 2 بروجكت. جميل. دوت اس اتش. وهاجي عند فايل 2 ده برضه المفروض اللي هي بن فاش. تمام. واقول له وليكن مثلا ماشي ريد داش بي انتر يور فايل يو وانت تو ديليت. وتتخزن في
متغير اسمه فاير، خلاص. يبقى انا هاخد من ده مين؟ الفاير، جميل. سيف. بعد كده هاجي اقول له فيم فايل الاولاني بتاعنا، وليكن اقول له مثلا سورس. كده انا بورث من يعني مثلا فايل لفايل او كلاس لكلاس، تمام. سورس مين؟ سلاش هوم وزك بن فايل 2 داش بروجكت دوت اس اتش. هو كده هيروح يقرا الفايل، يقول لي الفايل اللي انت عايز تنميه، تمام. بعد كده هم قال له ايه؟ ار ام داش ار اي عشان يسالني على مين؟ دولار ساين الفايل. بتقولي سورس سكيورد يعني ايه سكيورد؟ مش فاهم. ده محبوس في الكومن في البتاع ده في ال يعني امر اصلا كوماند لاين، من ضمن الكوماند اسمه سورس زي ما انا عملت لك بالسكريبت. جميل، ماشي. واعمل ايه المفروض بقى؟ المفروض الصح ان انت اخر قفله ليك سكريبتايه تقول له اكزيت زيرو، كده معناه ان السكريبتات قفلت صح. طب انت هتعرف منين؟ المفروض ان احنا الشير سكريبتنج الانتربريتر شغال معاها، فالانتربريتر بيمسك الكود يترجمه سطر 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 سطر، واللي ماتش خلاص يجي في اخر سطر اللي هو الاكزيت زيرو يحققه. يبقى لازم لما تيجي تعمل ايكو دولار ساين كوتشن مارك يديك زيرو، اداك حاجه غير زيرو، يبقى كده ايه الامر؟ السكريبتات بتاعتك اتوانت غلط. اسف. طبعا في حاجه واحده نسينا نعملها اللي هي ايه؟ المفروض احنا هنرمي مثلا فايل نيم، عايزين نرمي ده، ماشي. اللي نسينا نعمله ان احنا نغير ده البيرميشن بتاعته، شينج مود 7 3 5 5 2 سوري فايل تو بروجكت. جميل. طب اقول له ايه؟ اعمل بقى السكريبت كده معايا فايل بروجكت النمبر. قال لك ايه؟ انتر الفايل وورد وديليت، تمام. فايل داش نيم ريموف ريجولار فايل فايل نيم يس. اخر حاجه كنا قلنا ايه؟ هنقعد نبقى السكريبتايه، تمام. احنا الاول ايه دخلنا عدلنا فين في السكريبتايه وعملنا سورس انهيرتنس للسكريبتايه الرئيسيه الثانيه اللي احنا عملناها حالا اللي فيها ايه امر الريموف، سوري مش اللي تطلب منك ان تدخل له اسم الفايل اللي انت هتعمل له ايه ريموف، وبعد كده الامر بيتنفذ فين؟ في السكريبتاي الرئيسيه. جميل. وقلنا نسيف الكلام ده، نطلع نرم. جميل، ده الرقم اللي احنا كنا قايلينه. بعد كده بقول لك الفايل انت عايز تديته فايل داش نيم. جميل. قال لك اهو Are you want to move regular file file name? Yes. LL الفايل شير. تمام. دي كده ان انت ازاي تعمل ايه inheritance. جميل كده. تمام. يا ريت يا شباب يبقى دخول بعد كده بالاسماء الحقيقيه وبلاش اسماء نكنيه واسماء مستعاره بعد اذنكم. جميل. طب تمام. اخر حاجه بقى خالص اتكلم فيها حاجه جميله جدا مش موجوده في اي لغه برمجه تانية، اسمها البوزيشنال بارامترز. تمام. اسمها ايه؟ مفيش مشاكل يا باشمهندس. اسمها البوزيشنال بارامترز، تمام.
بعد كده تمام. آخر حاجة بقى إيه؟ بص يا ماما، البوزيشنال بارامتر تمام بتبتدي من دولار ساين واحد، دي معناها البوزيشنال بارامتر الاولاني، دولار ساين اتنين بوزيشنال بارامتر التاني، دولار ساين تلاتة بوزيشنال بارامتر التالت، وهكذا لغاية دولار ساين تسعة. طب افرض انت عايز تكتب بقى دولار ساين 10، تعملها ازاي؟ او اي رقم تاني بعد ال10. تمام، في الحالة دي بتقول له دولار ساين 2 كيرلي براكتس، تقول له ايه؟ 10. طب دولار ساين وليكن 1100، وهكذا. دي عدد البوزيشنال بارامترز. طب ما انت خدت بالك ان انا ما ذكرتش دولار ساين 0. تمام، دولار ساين 0 ده بيطبع لك او بيكون بوزيشنال بارامتر، ده بوزيشنال hold the name of your script، ده بيشيل اسم السكريبت بتاعتك. تمام، اللي هو دولار ساين زيرو. جميل. طب ماشي، عايز رقم عدد البوزيشنال بارامتر اللي انت دخلتهم. تمام، بتبقى ازاي؟ دولار ساين هاش دي نمبر اوف your تمام. طب عايز تطبعهم جنب بعض او تطبع اسمائهم، اسماء البوزيشنال بارامتر، تعملها ازاي؟ دولار ساين ات فرونت ذا نيم اوف ذا بوزيشنال بارامترز. تمام، جميل أوي كده. تعالى كده ناخد مثال كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بص معايا، انا عايز اقول له والله عايز اعمل باب بروجكت فايل بروجكت، وليكن اقول له خلاص كده مش عايزين الكلام ده. ماشي، مثلا تمام for all in دولار ساين واحد، دولار ساين
اتنين دولار صيني، تلاتة دو، إيكو دولار صين، الأي كان دم سوري، وبعد كده مش دم، بعد كده إيكو نمبر اوف زيوس دولار ساين شباك ايكو ذا مون اوف يور سكريبت از دولار ساين زيرو ايكو ذا مون اوف يور بوزيشنال parameters or dollar sign 8. جميل، تمام كده، ننفذ كده ونشوف. بس انا عايز افهمك دلوقتي ايه اللي هيحصل. ماشي، دلوقتي دولار ساين واحد، وانت شايف دلوقتي ان الحاجات دي مش واخده وكان مش فاهم هو عايز ايه بالظبط. تو سي دي فونس محمد ستريت بريزنت فون تاني، دي حاجة خاصة بالكود ولا بالسيشن؟ تمام، بص بس الاول الاوتبوت هيبقى عامل ازاي، وبعد كده انت هتفهم اللي انت عايزه. انا هقول له ايه؟ وقت انا عايز اعمل السكريبت بتاعي هقول له فايل بروجكت اتش. بص بقى كده معايا، هقول له محمد مسافه مصطفى مسافه مثلا تكنيكال سبورت. جميل، شوف اللي هيحصل بقى. اول حاجه قال لك الفيفورت نمبر، شفت الفور طبعا بوزيشنال برامتر الاولاني محمد مصطفى تكنيكال سبورت، عددهم ثلاثه، اسم السكريبتايه تمام، خد الايه، خد المسمى كله بالكامل ده اللي هو بوزيشنال رقم صفر. جميل، بعد كده نيم اوف بوزيشنال برامتر محمد مصطفى تكنيكال سبورت تمام. شباب جميل قوي كده، ماشي تعالى ناخد بقى كده سكريبت كده عمليه تهندل كل اللي احنا ايه قعدنا نقوله ده كله بالكامل، البرامتا والبوزيشنال والاف والفور وكل الكلام ده كله. ماشي، قبل ما اوريك السكريبت انا عايز اعمل سكريبت تتشك لي على دايركتريز، يعني انا هعمل سكريبت وهديها اسماء دايركتريز وتشوف لي الدايركتوري دي، تقول لي مين فاضي ومين مليان، مين فاضي ومين مليان، وتطبع لي اسماء الدايركتوريز الفاضيه واسماء الدايركتوريز ايه المليانه معايا. ممكن تبقى ايه على هيئه روبوت. جميل، طبعا شرطه معاك الكود من البدايه، انا هجيب لك لان انا كنت عاملها جاهزه اصلا، ثواني كده بس سريعا.
عايز اعرض لك بس الاول السكريبتيه كده نشوفها مع بعض. ام داش ريبورت داير، افهم الكود بقى ماشي ازاي. ماشي، ام داش اللي هو ايه الماجيك لاين بتاعنا، تمام. بعد كده ده ديسكريبشن كومنت، كومنت اوميتد يعني مش عايزين نعمل كومنتات. ماشي، فورس كويت وين نو ارجوس او نوت سبيسفايد، يعني اللي هيحصل ايه ان لو انا ما اديتلوش ارجيومنت اللي هي البوزيشنال بارامتر اللي هتبقى اسمها الدايركتري يخرج على طول بدون ما ينفذ حاجه. هنمشيها ازاي؟ اول حاجه بعمل ايه؟ بقول له اف لو عدد البوزيشنال بارامتر اقل من الواحد يبقى انت كده ايه؟ يوزج اسم السكريبتايه دايركتريز، يعني بعرفك ازاي تستخدم السكريبتايه بتاعتك. معناها ان انت تكتب دايركتريز ودي ليست اوف دايركتريز، يعني كذا نقطه دي معناها ليست اوف دايركتريز، دي بتلاقي موجوده كتير جدا في شرح المانوال. اكزيت واحد يبقى انت كده خرجت غلط وفار. طب ماشي، بعد كده بيقول لك الريبورت ده انت عايز تستخدمه لمين؟ يوزرز في السيستم. ماشي، ده طبعا ايه؟ كومنت ايكو داش ان. داش ان دي استخدمها ليه؟ بستخدمها عشان انزل سطر، يعني ما اكتبش الاسم جنبها، لا انا عايز انزل سطر. فبقول له ايه؟ هو ذيس ريبورت يوزد فور، هتستخدمه لمين؟ وادي له اسم اليوزر بالظبط، نيو لاين، تمام. بعد كده بحطه في ريد مين، طبعا ممكن اختصر الاثنين دول بريد داش بي. جميل، ماشي، ده كده ايه الريبورت اللي هو مين. طب بعد كده عايز اعمل هيدر وفوتر للريبورت بتاعي، بقول له برنت هيدر فور ذا ريبورت ايكو، تمام. انا مثلا كنت عايز يبقى فاهم الاسم مثلا بتاعي فيه كده ايه اي علامه. جميل، مصطفى زي ريبورت. ماشي، المفروض طبعا المفروض الريبورت يكون بمين؟ باسم اليوزر. خلاص، احنا ممكن نيجي نعدلها سوا مع بعض، تمام. يبقى دول رصايد النيم، وعايز اطبع علامه اللي هو مثلا الاسم ايربورت، يبقى ايه باك سلاش كاما اس، متفقين؟ عشان اطبع ايه علامه السنجل كوتيشن. ماشي، تمام. بعد كده اتاكد ان الاول اللي انت بتتكلم اللي انا اسماء اللي انا كاتبها دي دايركتريز ولا مش دايركتريز. اتاكد منها ازاي؟ اكيد بالاوبشن ده جديد ليفتست، تمام. فبقول له فور داير، ده متغير انا سميته داير ان، ودي ايه دولار ساين ات اللي هو اسماء البوزيشنال برامتر اللي هي الدايركتريز اللي انا دخلتها دو. لو ده داير خلاص، تمام، يعني لو ده دايركت يعمل ايه؟ انا حطيت اوبشن ايه عشان لو في مخفي، لو في حاجات مخفيه، تمام. فبقول له نفذ لي الامر كذا اللي هو ايه ده بتست على الامر. بقول له ال اس داش ال ايه على الدايركتري الاولاني. المفروض لو الدايركتري ده فاضي هيطلع لك دوت ودبل دوت اللي هو الكارنت دايركتري والبيرنت دايركتري، ده اساسي في اي دايركتري، تمام. لو هي بتساوي 3 يبقى اكيد الدايركتري ده مليان. سوري انا اسف، لو بتساوي 3 الدايركتري ده فاضي. ليه فاضي؟ لان انت لما تعمل بص كده معايا عشان انت بس تبقى فاهم الدنيا معاك. بص انا هاجي اقول له ايه؟ ال انا عايز اعمل اقول ميك داير 4. هقول لك اهو، تمام. بقول له ال داش ال اي، سوري ال داش اي على داير 4. المفروض الداير ده فاضي، شفت اداك ثلاث سطور، ما هي دبليو سي داش ال ثلاث سطور. جميل، اللي انت بتتكلم عليها هو تباوت ديت، دي كانت انا شرحتها في السيشنز اللي فاتت، حاجه اسمها البايبنج، علامه البايب ان انا باخد الاوتبوت بتاع الكوماند، تمام، الاولاني يبقى الانبوت بتاع الكوماند الثاني، فاهمني؟ بس دي كانت في السيشنز اللي فاتت، يا ريت بس انت ترجع كده تبص على السيشنز اللي فاتت وهتلاقي دي مشروحه بالتفصيل. كانت حاجه اسمها انبوت واوتبوت ودايركشن. جميل كده، فانا باخد انا يعني باخد خارج الامر، عايز يعني انا عايز احسب عدد السطور ده، تمام. ما هي اللي داش دي لو ادتني 3 ايكوال 3 يبقى دايركتري ده فاضي، اكبر من ال 3 يبقى دايركتري ده مليان. خلاص اهو اطبع لي الدايركتري ده ايه؟ اتمشي. طب ماشي، else equal directory is not empty، اقفل الفور، تمام. دي فين؟ دي في الاول خالص ان انا بشك على ايه؟
ان ده اصلا دايركتري. طب افرض ده اساسا مش دايركتري، يبقى ذيس نوت دايركتري، خلاص دن. والفوتر دوت جنريتد فور كذا واكزيت ايه؟ زيرو. تمام؟ تعالى كده نطبقها بقى ونشوف مع بعض. هقول له ان داش ريبورت دايركت اس اتش. جميل. لا ما تقلقش، ده انا لسه بعد ما اخلص كده هتلاقيني كل يوم كده بقول لكم تاسكات اعملوها. الباش سكريبتنج ده انا هخليكم يعني تهضموها صم. يعني انا اي فكره هتيجي في دماغي اقول لكم خد اعمل. تمام. جميل. هقول له ايه؟ وزك. ماشي. وهقول له مثلا ديسكتوب. واقول له بقى ايه؟ وزك داير فور. ماشي. اول حاجه لو ده لمين؟ والله مثلا ليوزر محمد. اهو محمد ريبورتس ذا داير ذيس داير از نوت انتي، اللي هو مين؟ وزك. ذيس داير از نوت انتي، اللي هو مين؟ ديسكتوب. ذيس داير از انتي، اللي هو مين؟ داير 4 جنريتد ايه؟ فوكس. تمام. طبعا انت ممكن تضيف انت حاجه بقى، انت ايه تضيف اسم ال، طبعا في غلطه عندنا هنا اهوت. جميل. سهله جدا، مفيش فيها اي حاجه، في غلطه مننا معلش. ماشي. تمام. ممكن برضه تضيف انت ايه في بدايه السطر كل واحد من دول الايه اللي انت عايزه. تمام. دي سكريبتايه. طب ماشي، عايزين مثلا نعمل سكريبتايه مع بعض، ان انت تعمل وليكن 5 يوزرز في نفس الوقت وتعمل لهم اساينمنت باسوردات انكريبشن وتطبق ويطلع لك الاوتبوت فايل متقسم عمودين، عمود فيه اسم اليوزر وعمود فيه الباسورد ايه الراندوم اللي انت مديها له. تتعمل ازاي ديت؟ ماشي. ما هي فور لوب، انا اكيد فيها فور لوب، بس انا بقول لك اهو انا عايز اعمل، يعني عايز اعمل من يوزر واحد ليوزر 5. تمام. وكل يوزر من دول له باسورد انكريبشن متشفره، باسورد ايه انكريبتد. تمام. عايز اديها له اساينج، وفي النهايه يطبع لي او يديني اوتبوت فايل تكست فايل فيه اسم اليوزر قصاد الباسورد بتاعته، اسم اليوزر قصاد الباسورد بتاعته. عشان اسهل لك الدنيا، الامر اللي بيعمل باسورد عشوائي يعني باسورد انكريبتد اسمه ام كي باسورد. ده كل شويه بيديك باسورد عشوائي عشان ما حدش يعرف ايه يديتكت الباسورد دي ايه. يا شباب اوكي تمام، مفيش اي مشكله. اديها لكم تاسكايه يعني، يعني خلاص بريك 10 دقايق نفذوا فيه اللي انا عايزه دوت. تمام. ونرجع ايه كل واحد يوريني عمل الكود ازاي. تمام. ماشي. كل واحد يكتبها سكريبتايه وينفذها. تمام. ولو اتنفذت صح معاك ابعت لي الاوتبوت معايا، ابعت لي الاوتبوت في الشات. ماشي. بريك كده ايه 10 دقايق كويس. ده الوضع اهو. تمام. خلاص ماشي، عشان بس ايه قصه الدعم الفني نجيبها سريعا. ان شاء الله هبقى ارفع لكم السكريبتات تاني.
تمام، خليك تعالى كده على بالك مع بعض، مع بعض كده نشوفها. اسمها ايه؟ سكيورتي. انا مسميها كده سكيورتي ادينج مالتيبل يوزرز. عايزك بس كده اقعد مع نفسك دقيقة، افهم الكود ماشي ازاي، عشان بس ثواني انا مش عايز اتوهك. امر اللي اسمه اوبن اس اس ال، تمام. ده عامل زي ميك باسورد بس ايه، بيديك حاجات عشوائية برضه معايا. بالظبط كده، جميل، عشان بس ما تطولش نفسك. ايه رأيك السكريبت مع نفسك كده؟ ايه وقول لي. سهلة جدا يعني، وات از ذا ديفرنس؟ لا ده هو الناس السنة ده مشروع تاني ده ان شاء الله كده باذن الله في من ثلاثه وعليك خير يعني. ده بقى بدايه الانكربشن والديكربشن والكلام ده كله، بس يعني مجرد يعني انا واخد يعني ايه اي بي سي بتاعته كده مثلا، ان انت ازاي تطلع بس راندوم كي راندوم، فاهمني يعني؟ بص عشان برضك ما تعبكش، دي كلها كي ممكن تاخدها تخليها بسط، فما تقلقش يعني. ده في ادمن ثلاثة وعليك خير ان شاء الله. المهم بس ارجع للكود. الله ينور عليك، تمام. انا كده فعلا عليا ان انا ابعت اسماء اليوزرز والباس على الايميل. انت ممكن بدل ما تعمل ميل داش اس تطلعها في فايل، انت واخد طبعا ازاي تطلع في فايل، بس خد بالك انا عاملها ادفانسد شويه، ان انا سايب اسماء اليوزرز اللي انا عايز اعملهم في فايل بدل ما اقعد اكتبهم بايدي. يعني مثلا يوزر واحد يوزر اثنين لحد زي ما انت عايز، يمشي على يوزر يوزر يعمل له يوزر اد وبعد كده يجنريت الباسورد، ويعمل يعمل الباسورد دي اساين لليوزر التاني. لا 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 والله مش اي حاجه، انت عندك حق، انا اللي فعلا طولت شويه، بس يعني هو اصلا يعني امتع سيشن في الليفل 1 كله بالكامل او في الكورس كله اصلا باش سكريبتنج، يعني هي دي الاساس يعني بتاع السيستم كله. ولسه بقى طول بقى ما انت بتاخد بقى قدام بقى، وفي الادمن وفي الادمن 2 وادمن 3 هتبقى الدنيا يعني ممتعة جدا بقى، بس طبعا بقى اللي هيتابع من الاول بقى. الناس فهمت الكود؟ تمام كده، كان ان شاء الله السكريبتات دي هبعتها للناس. تعالى بس كده نعملها مع بعض سريعا. انا اول حاجه طبعا اعملها اقول له ايه، then user ماشي، وقول له مثلا من وزك واحد او وزك مية، وزك 200، وزك 300، وزك 400 مثلا. جميل، عايز بس أعدل حاجة سريعا كده في الكود. أدي الباج طلع كبير أهو طبعا بسبب الميل. طب ماشي ثواني كتير. اه سوري سوري كمان، معلش انا اسف. المفروض البيان بتاع ده تبقى روت مش اليوزر العادي، معلش. تمام كده الاربعه يوزرز اهم معاك، جميل. بص بقى على الفايل، طبعا الفايل ده طلع لي تحت انا بس طبعا دي عشان دي ان انت تنزل سطر لتحت، جميل. بس طبعا يعني هي دي كده الباسورد ودي اليوزر نيم. تعالى نسيبها سريعا. فور تمام كده، انت عملت جنريت للفايل في
اليوزر نيم والباسورد بتاعه. طب تعالى كده نجرب عشان بس يعني ايه محدش يفتكر ان احنا بنضحك عليه. هناخد الباسورد دي كده كوبي كوبي ماشي والله السيو داش ده كان وزك كام بس معلش وزك 300 وزك 300 دخل الباسورد شيفت كنترول في طب بصوا يا جماعة خلاص انتم جربوا كده السكريبتات ديت لما ارفعها لكم كده جربوها مع نفسكم وشوفوا هتجيب برضه غلط ولا لا. بس انا بتاعي يعني كده مظبوطة يعني تمام كده يا جماعة. نكون خلصت مع ادمن وان كله بالكامل. اتمنى كل الناس استفادت منه على يعني اقصى استفادة ممكنة.